نعم كاثرين، في وسط القطاع حالة من الترقب جراء استمرار لتحليق المسيرات الإسرائيلية في وسط في سماء وسط قطاع غزة، وهذه الطائرات لا تفارق سماء القطاع وتنذر بتجدد للغارات الجوية الإسرائيلية على وسط القطاع المكتظ بأكثر من 1,100,000 نازح ونازحة يعيشون ظروفا صعبة جدا جراء استمرار عملية النزوح. وفي آخر الغارات الجوية الإسرائيلية على وسط القطاع كانت هناك غارة إسرائيلية في ساعات الفجر الأولى استهدفت برج جبريل في شارع البيئة وسط مدينة دير البلح، وهذه الغارة أدت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة، وتم وصول الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في وسط القطاع. وكانت أيضا وفضلا عن وجود دمار كبير في عدد من الشقق السكنية داخل هذا البرج، وأيضا منازل قريبة من هذا البرج أيضا أدت إلى أضرار مادية كبيرة نتيجة هذا الانفجار العنيف الذي ضرب شقق سكنية في برج جبريل في مدينة دير البلح. أيضا كانت هناك غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق شمال مخيم النصيرات، هذه المناطق التي تتعرض دوما لسماع لدوي انفجارات عنيفة ناتجة عن القصف المدفعي عن قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية، مناطق مفتوحة في تلك المنطقة وخاصة في منطقة المغراقة وادي غزة مدينة الزهراء، هذه المناطق دوما تتعرض لهذا القصف في تلك المنطقة. أيضا هناك نسف لعدد من منازل المواطنين في بلدة المغراقة المحاذية لمحور نتسريم الذي يفصل جنوب عن شمال قطاع غزة، ويعتقد بأن الجيش الإسرائيلي يقوم بتفجير هذه المنازل من أجل توسيع المنطقة العازلة في وسط قطاع غزة لمنع تساقط قذائف أرجوم وهاون وغيرها من القذائف التي تطلقها الفصائل الإسرائيلي في محور نتسريم. أيضا المناطق الشرقية من وسط قطاع غزة أيضا هي مسرح لعمليات الجيش الإسرائيلي لإطلاق القذائف المدفعية وأيضا لإطلاق صواريخ من قبل مسيرات إسرائيلية على المواطنين في المناطق الشرقية، خاصة في شرق وشمال مخيم البريج، شرق المغازي، شرق دير البلح. أيضا هذه المناطق أيضا التي تتعرض دوما للقصف الجوي والمدفعي، خاصة منطقة أبو العجين، منطقة وادي السلقم، هذه المناطق دوما تتعرض لهذا القصف، وهناك يعني يسقط أحيانا عدد من الشهداء والجرحى لكن يتم انتقالهم أو انتشالهم في وقت لاحق لصعوبة الوصول إلى تلك المنطقة أثناء القصف، كما حدث قبل يومين عندما انتشلت طواقم الإسعاف ومواطنين يعني عدد من جثمين الشهداء من شرق مخيم البريج وأيضا من شرق دير البلح كانوا استشهدوا في يعني وقت سابق في خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. فبالتالي الصورة في وسط قطاع غزة هناك ارتفاع في حدة الغارات الجوية الإسرائيلية على وسط قطاع غزة، يتزامن هذا مع استمرار للتحليق المكثف للمسيرات الإسرائيلية التي تنذر بتجدد الغارات الجوية الإسرائيلية. أيضا هناك خشية من قبل المواطنين بقيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية داخل وسط قطاع غزة، كون مدينة دير البلح هي المدينة التي لم يتم اجتياحها من قبل الجيش الإسرائيلي منذ أن نعم يبدو المخاوف لدى الناس من قيام الجيش الإسرائيلي بعملية برية داخل وسط قطاع غزة في ظل الظروف الميدانية الصعبة في وسط قطاع غزة جراء تزايد حدة الغارات الجوية وسقوط مزيدا من الشهداء والجرحى في وسط قطاع غزة.